كاميرات المراقبة ليست مفيدة في الحراسة فقط، بل إنها تقدم لنا الكثير من المشاهد المدهشة أيضاً. في هذه الحلقة سنعرض لكم مجموعة متنوعة من المشاهد الغريبة والمدهشة التي رصدتها كاميرات المراقبة. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ سائق الدراجة النارية سقط مباشرة في الحفرة التي ظهرت وسط الطريق. هذا المسبح انهار فجأة، الحمد لله أن أحدا لم يكن متواجدا هناك. هنا نرى كيف يقود المحترفون القوارب. هل سبق ورأيتم أمطارا نارية؟ حدثت هذه الظاهرة بعد أن ضربت صاعقة رعدية سقفا معدنيا وأذابته. أسقط هذا الرجل عبوة مشروبات غازية على الأرض، فانطلقت العبوة مثل القذيفة نحو زبائن آخرين. ما حدث هنا مدهش، سقطت قارورة مشروبات غازية ثم طارت مجددا بفعل ضغط الغاز المتدفق منها لتعود إلى مكانها على الرف. هذا ما يحدث بعد أن يكتشف السارق بأن كاميرا المراقبة تشاهده. سرق سائق الدراجة حقيبة اليد من فتاة تعبر الشارع، لكن سائق السيارة صدمه مباشرة ونجح في إيقافه. لم ينتبه هذا الرجل لوجود باب زجاجي أمامه فحطمه. هذا النوع من الحوادث يتكرر كثيرا كما حدث مع هذا الرجل وهذا السارق أيضا، حيث اصطدم بواجهة زجاجية بعد أن قام بعملية سرقة وحاول الهروب مسرعا. اعتقد أحدهم أنه سيقوم بسرقة هاتف، لكنه سرق منديل أنف مستعمل. أصر هذا السائق على التدخين في محطة الوقود، فقرر العامل استخدام مطفأة الحريق لإطفاء سيجارته. حاولت مجموعة لصوص التعدي على هذا السائق الذي يقوم بتعبئة الوقود، فلم يجد وسيلة للدفاع عن نفسه سوى رشهم بالوقود. كانت تلك وسيلة دفاع ناجحة. هل رأيت من قبل سيارة تغرق ببطء في حفرة كبيرة؟ هذا ما ترونه الآن. لسنا واثقين من مدى صحة هذا المقطع، لكنه انتشر على الإنترنت بسرعة. تظهر فيه أدراج الخزائن وهي تنفتح تلقائيا وتتطير منها الوثائق، كما أن الأبواب في الرواق تنفتح وتنغلق تلقائيا أيضا. ما رأيكم بذلك؟ هذا الخنزير البري دخل إلى أحد المطاعم وأحدث الكثير من الفوضى دون أن يتمكن أحد من إيقافه. أما هذا الكلب فمالكه دربه على استقبال الطرود التي يحضرها عامل التوصيل، لكن الكلب أغلق الباب بطريقة وقحة. فقد هذا السائق السيطرة على سيارته ليجدها داخل المسبح. حدث شجار بين الزبون والبائع، وانتهى الشجار بضربة قاضية. لم يستطع هذا الرجل أن يفتح الباب، ثم فهم أنه يمكن فتحه في الاتجاه المعاكس. أحدث هذا الزبون الثمن الكثير من الفوضى داخل المتجر. لابد أنه سيدفع الكثير من المال لتعويض كل تلك الأضرار. عارضة الأزياء قررت القيام بجلسة تصوير بالقرب من سكة القطار. ذلك خطير جداً. كادت هذه الفتاة أن تسقط تحت المصعد الذي تحرك قبل إغلاق الباب. الحمد لله أنها لم تصب بمكروه. بقي هذا الرجل يركل الباب لثلاث ساعات كاملة دون أن يلاحظ وجود زر لفتح الباب على اليمين.
وأثناء ذلك استغل فأرون الموقف للخروج من البناية. أخفت هذه الفتاة صندوق مشروبات تحت ملابسها. نحن نتساءل عن مقدار البضائع التي يمكنها إخفاؤها بتلك الطريقة. فهمت هذه الفتاة بأنها تتعرض لعملية سرقة، فقامت برمي حقائبها في فناء المنزل المجاور. عامل التوصيل يحاول الهروب من الشرطة بدراجته النارية، وقد أثبت أنه بارع في مراوغة الشرطة. لابد أنه حريص على إيصال الطلب في الوقت المناسب. تخيل شعور السائقين عندما يقطع قطار بخاري الطريق أمامهم دون سابق إنذار. دخل هذا الرجل إلى متجر أجهزة رقمية وبدأ بتحطيم الشاشات الكبيرة باستعمال مطرقة. لقد أحدث الكثير من الأضرار. هنا نرى عملية سرقة فاشلة. لم يستطع الرجل تشغيل السيارة، لكنه أفسد سقفها المصنوع من الجلد. انتهى هذا الرجل من تنظيف ممر المنزل من الثلوج، لكن سائق الشاحنة الخاصة بتنظيف الطرق أفسد كل شيء. اقتحم هذا الدب المتجر وحصل على الكثير من الطعام اللذيذ. كاد هذا الرجل أن يسقط على الأرض، لكنه نجح في التمسك بحافة النافذة. بعد ذلك قدم بعض الأشخاص لمساعدته. قرر مالك هذا المتجر تلقين اللص درسا لن ينساه طيلة حياته، حيث قام باحتجازه في الداخل إلى أن وصلت الشرطة. هنا نرى مجددا لصا فاشلا. نجح هذا اللص في تحطيم زجاج نافذة السيارة، لكنه لم ينجح في سرقتها. طار السائق من على دراجته بعد أن صدمته شاحنة، لكنه نجح في الحفاظ على توازنه ليسقط واقفا على قدميه. لا نعرف كيف فعل هذان الرجلان ذلك، لكنهما دخلا إلى المركز التجاري بسيارة فاخرة وتم ركنها مباشرة أمام المتجر. هذه الفتاة لوحدها في المصعد، لكنها تبدو وكأن شخصا ما يقوم بدفعها من جهة إلى أخرى. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.